طيب معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ أحمد الطحان، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين في النادي المصري. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. مساء الخير أستاذ كريم، أهلا بحضرتك يا فندم. امبارح كان معايا رئيس نادي إنبي، وتابعته طبعا الواقعة بتاعة إنبي والنادي الأهلي في نهائي دوري 2003، واتهام إنبي لأحد لاعبي المصري أنه في تلاعب في الأوراق الرسمية وفي تاريخ ميلاده، وبعدها أنتوا النهاردة طلعتوا بيان توضيحي بخصوص هذا الأمر. لو حضرتك تشرح لنا الوضع بالنسبة للنادي المصري. أولا يا فندم، أنا كمسؤول عن قطاع الناشئين ومشرف عام على القطاع من قبل مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ كامل أبو علي. تمام، احنا كنادي مصري نرفض شكلا وموضوعا اي اتهام يوجه لينا بتزوير او تسنين اي لاعب، لان احنا كنادي مش مطالبين نعمل الكلام ده اصلا. احنا اهم حاجه تفريغ لعيبه للفريق الاول من قاعده الناشئين اللي عندنا. اللاعب اللي عندنا ابراهيم سعيد، اللاعب دوت لعب الموسم كامل مقيد بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم في شهر 9 اللي فات. الورق الموجود بالنسبة لنا بطاقة اللاعب طالعة من الأحوال المدنية، البطاقة وشهادة الميلاد، القيد العائلي، اللاعب نفسه ماضي إقرار اللي هو مش مقيد بأي مدرسة حكومية. هو ده الورق المطلوب. تمام. مقيد بسجلات الاتحاد المصري. تمام. ده كل ده أوراق رسمية وجهت للاتحاد والاتحاد أيده. أنا كنادي مصري أو كأي نادي مشارك في مسابقات الناشئين، هو ده الورق المطلوب مننا بالقيد. طيب أنا هستأذن حضرتك في حاجة بس عشان أوضحها يعني. اتفضل. أنا المهندس أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وهو معايا إمبارح قال احنا كل الاحترام للنادي المصري، النادي المصري ليس طرف في هذا الامر، ووارد جدا انه اللاعب يكون قدم اوراق رسميه زي ما حضرتك بتتكلم كده للنادي المصري، ولكننا بطريقتنا الخاصه اكتشفنا اوراق غير الاوراق اللي قدمها للنادي المصري. وقال كده، قال النادي المصري مش مسؤول طبعا احنا نفسنا، وقال كده، قال احنا نادي انبي كان عندنا السنه اللي فاتت لاعب اكتشفنا ان هو مزور في الاوراق الرسميه، ووضحنا هذا الامر والغيت لنا نتيجه بطاقه رقم قومي، البطاقه الرسميه بتاعه اللاعب. اه دي مصوره طالعه من الاحوال المدنيه. تمام. بطاقه رسميه، اللاعب عنده من مواليد 2003 يعني 21 سنه، معاه بطاقه. ده مش لاعب ناشئ مثلا، مش شهاده ميلاد. شهاده ميلاد ممكن يزورها. لكن دي بطاقه رسميه بيخش بيها مصالح حكوميه، بيروح بيها اي مكان حكومي. اكيد طبعا الاحوال المدنيه مش هتزور بطاقه رسميه يعني. لا اكيد مش منطقي طبعا. بس بالضبط. هل حصل بينكم تواصل مع مسؤولي نادي انبي؟ اتكلمتوا مع بعض؟ هل انبي مثلا قال لكم احنا معانا اوراق والله شوفوها اهي ممكن تثبت لكم حاجه؟ ماتش النادي المصري 2003 مع نادي انبي ده كان يوم 11/2 وانتهى بفوز النادي المصري. نادي انبي ما قدمش اي بلاغ. اللاعب دوت من بدايه الموسم بيلعب في المسابقه، ما فيش نادي اعترض على اللاعب. اللي حصل ان نادي انبي لما وصل للمباراه النهائيه مع النادي الاهلي على بطوله الدوري فكر ان في لاعب مزور. طب من شهر 2 نادي انبي فين اصلا؟ يعني مع احترامي الكامل لنادي انبي وان هم بيقولوا ان في لاعب مزور في النادي المصري. الموسم من بدايته نادي انبي ما اعترضش ليه؟ طيب انا بحترم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده جدا جدا، وتوضيحات مهمه جدا. هحاول العب انا الدور بتاع انبي، هقول لك مثلا انه عقبال ما الورق جالنا وجالنا متاخر واكتشفنا دوت، مش شرط يكون بعد المباراه على طول، يعني حد فاعل خير مثلا جه قال لنا والله خدوا بالكم كان في واحد لاعب الورق بتاعه مش مظبوط، في حاجه غلط. انا بحاول برضو اقول اتصور اتوقع ان انبي هيفكر فيه دلوقتي وانت حضرتك بتتكلم. انا بالنسبه لي كنادي مصري بطاقه رسميه، شهادة ميلاد رسمية طالعة من السجلات. لا انت عداك لعيب اكيد يعني، انت معاك ورقة رسمية. كويد عائلي طبعا طالع من الاحوال المدنية. انا كل دي اوراق رسمية بأيد بها اللاعب. اتحاد الكرة قبل الورق
حكمنا بعمل عقد احتراف للاعب. معنى ان اتحاد الكره قبل الورق بتاع اللاعب وسجله بسجلات اتحاد الكره، اذا هو معترف بالاوراق الرسميه اللي اتقدمت له. صحيح. مفيهاش اي شبهه ان هي مزوره. صحيح. وبعيدا عن كل هذا يا فندم، النادي المصري مش طرف في الموضوع. النادي المصري عمره ما يرضى ان هو يزور لاعب. طبعا. لان هدفنا الرئيسي ان احنا من قطاع الناشئين نطلع لاعب محترم يفيد الفريق الاول. من ساعه ما احنا جينا كمجلس منتخب رئاسه مستر كامل، احنا بنشتغل على الوضع دوت، ان احنا قطاع الناشئين بتاعنا نحاول نطلع لاعب يوفر على ميزانيه النادي الارقام الكبيره اللي حضرتك شايفها في سوق اللاعبين. طبعا طبعا. طيب طيب امبارح برضو رئيس نادي انبي قال انه اللاعب ده شارك قدام انبي، وكان المصري عنده بعدها مباراه امام النادي الاهلي ولم يشارك اللاعب. اللاعب شارك قدام انبي؟ هو قال ان ابراهيم سعيد لاعب قدام انبي، ولكن لما لاعب المصري قدام النادي الاهلي المصري لم يشرك اللاعب. دي وجهه نظر المدير الفني. لاعب الماتش دوت، الماتش الجاي ممكن اريح اللاعب اللي عندي، الاعب لاعب مكانه. انا عندي قائمه لعيبه 30 لاعب ممكن اللي بشارك بيه الماتش ده، ممكن الماتش الجاي ما اشاركش بيه. منطقي. طيب. طبعا وجهه كابتن حماده طلبه المدير الفني للفريق. منطقي جدا. طيب اللاعب من اول الموسم بيشارك مع فرقته. من بدايه الموسم ما فيش اي اعتراض من اي نادي، ما فيش اي حاجه في اتحاد الكوره رفض الورق، قالوا اللاعب ده مدور او اي حاجه توقفنا عن قيد اللاعب. واللاعب معمول له عقد احتراف باوراق رسميه، فاتحاد الكوره لو كان شايف فيه تزوير في اللاعب ده هو كان رفض اصلا من الاول. مفهوم جدا. المصري خطواته اللي جايه ايه؟ خطواته التصعيديه في هذا الامر ايه؟ احنا يا فندم احنا رافضين اي اتهام يوجه للنادي المصري، النادي المصري ليس طرف بين النادي انبي او النادي الاهلي في لقب المسابقه. احنا مظبوطه، اتحاد الكوره مؤيد اللاعب عنده بعقد احتراف. نرفض اي شكل بالمساس بحقوق النادي المصري، ونسلك الطرق القانونيه للحفاظ على حقوق النادي يا فندم. استاذ احمد الطحان عضو مجلس اداره النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين في النادي المصري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات المهمه. طيب